ماشي في هالدنيا حاير بالي مشغول كل دقيقة وثانية نتسائل ونقول نتسائل ونقول زعم غدوة خير وتزهى الأيام ونعيش في خير زعم غدوة خير وتتحقق الأحلام واللي في البال يصير عسلامة ومرحبا بكم وشكرا لاختياركم القناة الوطنية الثانية وتحديدا حصة غدوة خير باش نكونوا ديما معاكم في مواضيعكم في حكاياتكم وفي أسئلتكم اللي تبعثوهم لنا على الباج أوفيسيال الخاصة بالوطنية الثانية أو عن طريق الفاكس 71-284-183 في حصتنا اليوم منطقة سيدي عويدات من معتمدية الفحص عديد الإشكاليات الخاصة بالبنية التحتية وأيضا بالماء الصالح للشراب أنت المراسل ثلاثة مواضيع وأفكار وحكايات بكلها تلقائية وكل موضوع يهزنا العالم الغابات منبع الحياة هذا شعار شكون اللي طبق فيه اليوم في البال باش نقولوا اللي المفكر والكاتب والروائي والناقد يبقى ديما في البال برشا مناطق فلاحية وقرى وعمادات لليوم تعاني من نفس المشاكل في البنية التحتية وفي انعدام الماء الصالح للشراب في الشتاء وكي تصب المطر الدنيا الكل تقف ولكن حصتنا ما تقفش باش نبقاو نتبعوا في المواضيع هذه ونحاولوا نلقاو إجابة لكل الأسئلة الخاصة بالمواطنين هذا الكل باش نشوفوه مع حسني دبيش عدة قرى في تونس تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم قرية سيدي عويدات واللي تبعد قرابة 25 كيلومتر عن معتمدية الفحص التابعة لولاية زغوان تعاني مشاكل متعددة بنية تحتية مهترقة طرقات مش معبدة وتتسكر بسبب الأمطار والماء الصالح للشرب شبه منعدم المشاكل هذه مشاكل بيئيه وصحيه بصفه خاصه هذه معناتها المنطقه هذه والمنطقه بلديه حاليا الى يومنا هذا معناتها البلديات عندهم حوالي 3 سنين التو ما فهمش حتى تدخل وما فهمش حتى برنامج وما عندنا حتى شيء العباد معناتها تعيش كما تشوف معناتها كيفاش الحال نتاع الصرف الصحي ما فماش لا زيكوات لا حتى شيء العباد هاك تشوف صغير بالله يتنفس في ريحه الغرم ليل ونهار هذه في الشتاء وفي الصيف كي يخرج الماء نتاع الزيكوات والواحد شنو الرايحه نتاعو مع السخان حالة المنطقة تنعكس أيضا على المدارس المدرسة الابتدائية أم لبواب جديدة تعاني من برشا نقائص على مستوى المعدات الأساسية كثير من المشاكل والنقائص في المدرسة متاعنا اللي هي تقريبا عموما أول شيء الصور اللي هو يعني تقريبا المدرسة ناقصة هذا الشيء منذ عديد السنوات منذ نشأتها المدرسة تعاني يعني كثير من الحيوانات اللي تدخل لنا وقديش المرة يعني مشاكل تدخل أعزكم الله يعني كلاب سائبة تدخل يعني وتخوف لحتى المعلمين والتلامذة الحيوانات كيف زادت تدخل المدرسة متاعنا احنا متخوفين معناتها ماناش في أمن حرمة المدرسة يعني هي الصورة متاعها نطلب من كل من قادر باش يعاون المدرسة متاعنا يعني سواء من الدولة ولا جمعيات ولا أي إنسان قادر باش يوفر لنا الصور هذا يعاونونا عليه لأنه نحن بالإمكانيات المتوفرة قاعدين نبذل في مجهودنا لكن ما نوصلوش باش يتكلف يعني الصور حاجة ثانية يعني الآلة ناسخة اللي هي أهم شيء للتلامذة احنا ما نش نشكو لكن رانا بذلنا مجهودنا باش طبعنا على جيوبنا يعني كمعلمين باش نجمنا نعملوا الامتحانات تاع التلامذة
نطلب معناتها من الدولة ولا سلطة الإشراف أنها توفر لنا الآلة الناسخة اللي هي فوتوكوبي المدرسة بتاعنا من عام أول حتى السنة وإحنا من غير فوتوكوبي. كثير من النقائص هذه إجمالا أهم شيء نتمنى أنه تكون يعني تتبناها البلدية مثلا المنطقة متاعنا باش معناتها الأنجر تكون يعني معبدة تسهل للناس الكل يعني التنقل يعني للتلامذة خاصة. ذكروا كراهب نمشي نجيبوا المي كل واحد يجيب 4 بادين 5 بادين باش يسقي منهم يغسل منهم يندرى يكفوا 4 بادين ما يكفوش 4 بادين. هردي شنو مطلبكم تو شنو تقولوا مطلبنا نحن في المي يركحونا المي شوفوا لنا حل في مشكلة المي معناتها السونات تدخل السونات خلتنا كاك تعطاش نحن ميتين ولا عطاش تو. احنا لهنا موجودين امام بلديه العميم باش نقابلوا سي نزار الحجاجي رئيس البلديه باش نحكيوا معاه ونشوفوا نلقاوش اجابات للاسئله الخاصه بمنطقه سيدي عويدات. مرحبا بكم. وسيدي عويدات هي جزء لا يتجزا من مرجع ترابي مساحته 53 الف هكتار وبلديه العميم على البدايه الصعبه نتاعها وعلى الموارد الشحيحه قاعده تقدم في امثله يحتذى في فك عزله المناطق فنتي الداخلية بكافة العمادات وكل شيء عندنا موثق ولكن سيدي عويدات عندما تطرح هذا الأمر يلزمني نعرف الطريق ربما كان الطريق اللي وقعت المعاينة متاعه نقولك حاجة اللي نحن في الأملاك الخاصة لدومين بريفي ما ندخلوش بموجب القانون بموجب الدولة اللي يحب يعمل كياس قدام داره ويعملوا بفلوسه عندما لا نجد المورد من الدولة فإننا بما هو مطروح نراوح بين الإمكانيات متاعنا والمطامح متاعنا وقاعدين ندخلوا والدلائل عدة والشواهد عدة وتنجموا تعملوا حتى معنا معاينات ميدانية هذا على مستوى الطرقات. شح المياه مشكلة كبيرة العطب في منطقة سيدي عويدات العطب راجع تحديدا إلى انسداد في الشبكة. عندنا إشكالات تنموية تقريبا في زغوان كامل الولاية والإشكالات التنموية هذه بالنسبة للطرقات والمشاكل الماء متركزة أساساً في منظومة الجمعيات المائية اللي هي قاعدة تزود في المناطق الريفية بصفة عامة. المشاكل موجودة خصيصاً في المناطق الحدودية شأن ولاية زغوان شأنها شأن البلاد التونسية ككل عن إشكال في المناطق الحدودية. هذه سيدي عويدات هي تابعة لعمادة الدروع من بلدية العمايم بلدية محدثة جديدة تحطت مقتضى قانون 2016 وقع تركيز نيابة خصوصية في سنة 2017 وقع كذلك انتخاب مجلس بلدي في 2018. مجلس بلدي هذا ربي معاه عنده بارش صعوبات البلدية الوقع أحداثها هي ذات صبغة فلاحية بامتياز ما فيها حتى مؤسسة صناعية أو تجارية اللي باش تكون عندها موارد تستفاد منها البلدية عندها جست دعم الدولة فحسب وهذا غير كافي للمجلس البلدي باش ينجم يقوم بالتحديات والنقائص اللي مناطب عهده. قرية سيدي عويدات هي صورة عن مختلف القرى في تونس واللي تفتقر لأبسط الخدمات البلدية. عيد الشجرة نحتفل به مرة في العام تحت شعار الغابات منبع الحياة ولكن مكونات من المجتمع المدني ومن الجمعيات يحتفلوا بالشجرة يوميا للنهوض بالنسيج الغابي. كيفاش؟ هذا اللي مش نعرفوه مع بعض. هما مجموعة من الناشطين بالمجتمع المدني همهم الوحيد هو المحافظة على المحيط والمناطق الخضراء والتدخل وقت يشوفوا اعتداء صار على منطقة خضراء من قبل المواطن أو الدولة. احنا ائتلاف متاع جمعيات متمثل من جمعية بيئة رادس أولاد بن عروس ليز انفون دو لا تير وليز اوربانيست هذوما الكوليكتيف بالطبع مع جمعيات اخرين هلال الاحمر مع برشا جمعيات اخرين اللي هما مساندين في العمل نتاعنا. شنو العمل نتاعنا؟ هو النهوض بالغابات نتاعنا والنسيج الغابي في ولايه بن عروس اللي قاعد يهتري من يوم الى يوم والشيء اللي اسفنا انه كل الاهتراءات هذه تجي من طرف الدوله نظرا للمشاريع اللي تعملها وما ما يكونوش مدروسين بالقدا. يجتمعوا بصفه دوريه ويشاركوا معهم المواطنين بمختلف شرائحهم العمريه في سبيل التحسيس بأهمية البيئة والمحيط
واليوم موعدنا معهم كان في المنطقة الخضراء هذه المسمات غابة بن عروس، أو بالأحرى هي شبه منتزه حضري ناقصته برشا عناية والهواء. اليوم جاءوا للتنديد بالممارسات العشوائية سواء من قبل الدولة أو حتى المواطن العادي تجاه الفضاء هذا، خاصة أنه آخر حملة تشجير قاموا بها عبثت بها للأسف أيادي المفسدين، قلعوا لهم الأشجار اللي غرسوهم وحطوا في بلاصتهم قوارير الجوعة. الناس كل عندها فكرة نهار لحد اللي فات شنو صار اللي زرعت 100 شجرة ومن غدوة تقلعت، وما هيش البلدية حاولت أنها معناها تحمي إلا أن القدرات متاعها وإمكانياتها ما تسمحش أنها باش تكون باش تتدخل وحدها. اليوم احنا كجمعية خممنا في مشروع، المشروع هذايا اسمه مقاومة التغيرات المناخية في الغابة الحضرية ببن عروس، وتقريبا تكونت فما هيئة تكونت فيها 5 جمعيات وزوز منظمات عالمية سميناها هيئة حماية غابة بن عروس. اليوم الأوبجيكتيف بتاعنا أنه نحب نحسن المساحة الخضراء هذه أنها ترجع للمتساكنين المحليين الموجودين في بن عروس، تطلع صغار تلعب فيها كما كانوا قبل، العائلات النساء الكبار في السن لأنه تعتبر المتنفس الوحيد. احنا عندنا المنطقة هذه فما مشاريع وتوجدت فيها كما المشروع اللي وراي اللي هو مشروع نتاع إنشاء مدينة رياضية، بالعكس هي مدينة لكن في على حساب الغابة واللي على أثر المدينة هذه تقلعت 1200 شجرة، وتوا زاد فما مشروع آخر اللي هو قلع لنا ديجا 220 شجرة من أنواع مختلفة، وفما إمكانية أنه يقع الزحف بالطريقة هذه. دونك احنا دونك كمجتمع مدني وكتوانسة وكمحبين هالبلاد فنحبوا ندافع على غاباتنا ونحبوا نعطيوها القيمة اللي تسمى، على خاطر الغابة هي اللي متنعنا، وخاصة أن ولاية بن عروس راهي عندها مشكلة في التلوث الهوائي وبخلاف التلوث متاع الودان والبحار. برشا تقليع للأشجار واعتداء كبير قاعد يصير على الثروة الغابية بالمنطقة اللي يعتبروها متساكنيها متنفسهم الوحيد، المنطقة الصناعية اللي فيها برشا تلوث صناعي. للأسف الغابة هذه كانت ديما أليكار، يعني عمرها ما كانت معناها جزء من حياة المتساكنين في بن عروس، وذلك علاش كل مرة ينقطعوا منها جزء ما حتى حد ما يتحرك، معناها ما كاينه ماهوش كونسيرني. دونك تنحت منها معناتها 6 سنين تعمل سبيطار الحروق، تنحت ليا 2 باش يعملوا لابوراتور ناسيونال. دونك انا بدي مؤمن اللي هما مهمين كتجهيزات، ما يلزم نلقاو اماكن اخرى خارج الغابه خاطر الغابه ما تتعوضش. اوساخ وفضلات في كل مكان، اشجار مقلعه بطريقه عشوائيه من شانها ان تحول المنتزه هذا من فضاء للترفيه الى مكان مؤهل باش يولي منطقه سوداء. إخلالات بالجملة بفضاء فيه مصلحة عامة تحاول من جهتها شرطة البيئة كما تشوفوا إنها تعتني بها، تنظف وتغطي العيوب وكان يلزم تخالف وقت اللي يلزم. خطايا تجب تكون خطايا إدارية وإلا جناح تتراوح بين 300 و1000 دينار. يعني اللي يقص شجرة ولا اللي بينسير يعمل أي حاجة أي اعتداء كما اللي صار هذا مثال تم اقتلاع الأشجار باش يتم عليه يعني أقصى عقوبة. يعطيك الصحة. هما صوت المحب للبيئة، صوت المواطن المتعطش لمنطقة خضراء يتفرهد فيها، هما صوت المجتمع المدني اللي جاء اليوم باش يدق ناقوس الخطر للدولة وللعابثين ويقول لهم ارفعوا أيديكم المفسدة عن غاباتنا. مواضيع أنت المراسل يختارها رواد دور شباب من ولايات مختلفة تتعدد وتتفرق وتتنوع المواضيع، ولكن اللي يجمعهم هو محبتهم لصحافة المواطنة اللي من خلالها يوصل صوته. خمسين صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية و3 روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. كتوف مش معنا محترمين قانون المسافة، ومعنا العباد كل قراب لبعضهم وعبارة من فماش كورونا، وزيد هما قالوا لنا معنا باش يوفرونا الكمامات والمستلزمات كل حاشين بيهم. يا أخي شيء معنا ما مش معرفين لنا شيء، والحق مانيش متقلق يعني بالعادة المدرسية، ما حق يشوفونا حل معنا يوفرونا المستلزمات كل حاشين بها معنا. بالنسبة للكمامات الموجودين
اما تباعد الجسدي ما فماش جمله، العباد ملمومه في الكور وكل شيء. هذاك هو الكابنيات اللي فيهم الماء لا صابون كما قالوا لنا. البروتوكول الصحي مش موجود، ثم معناها تقارب الجسدي وماهمش لابسين بافاتات. صار تحضيرات، كانت تحضيرات حسب الامكانيات الموجوده، حسب يعني متوفر الموارد البشريه. حاجه نجم تعمل صارت صار، شنو نقول لك. وعليا في معتمدية مكثر فيها زيقويت صب في ويت. عنا ذري صغار قبل وقت قبل ما عنا الماء يهبط يحبي فهمت الله ويهبط لك يشرب ويروح. باهي في كنت يقول كنت مشرب. الويت تسقي منه الناس كله تشرب منه الهوش الكل. الحيوان هذا يشرب من الويت. ما غادي كي تزلزلت الدنيا راه. تو دارنا ما غادي كي مقسومة تقريبا ثلاثة قسمات ولا أربع قسمات. منه هو جريه تحت. تو ثم حفير على حفير 3 متر واللوط. مرضتنا ومرضت العباد ومرضت الهوش ومرضت الواحد ومرضت في بقر يحلب فهمتي ولا لا ظل سارح فيه ونشربوا فيه حليب علوش ظل نذبحوه ناكلوه فهمتي ولا ظل يشرب فيه ويشرب الماء بتاعه وكل ما مهم مسهول يجي يقول لك هاو سيء انا سيء هاو سيء عادك بك الحديث هذاك اللي يجي ما ينتم منه شيء. مشكينا مشينا للسيد رئيس البلديه مشينا للصولات كلمه لا ما ثماش والفعل ربي يجي. الويد اللي عاشوا منه ناس طواليه سنين وسنين شكون المسؤول ومش كاينه لازم يتحرك في حدود الناس نقدم خطوة للأخرين ونعنا للتركيتار ونعنا للتركيتار ونعنا للتركيتار. في البيت باش نحكيه على الساحة الثقافية اللي فقدت يوم 24 أبريل 2017 شخصية النجم لخصوها في ثلاثة محاور رئيسية: مفكر، كاتب، ناقد وروائي، وأيضا الأستاذ والمعلم بكلية الأداب 9 أبريل والمناضل السياسي. شكون اللي نحكيه عليه؟ نشوفه مع بعض. نوصل لختام حلقتنا لليوم. مرحبا بمواضيعكم واقتراحاتكم على الباج أوفيسيال الخاصة بالوطنية الثانية أو عن طريق الفاكس 71-284-183. إلى اللقاء ومشاهدة طيبة على الوطنية 2. ماشي في هالدنيا حاير بالي مشغول كل دقيقة وثانية نتسائل ونقول نتسائل ونقول زعما غدوة خير وتزهى الأيام ونعيش في خير زعما غدوة خير وتتحقق الأحلام واللي في البال يصير.